بتخطط كويس ولما بتختار كويس، وموسيماني زي ما اتكلمنا قبل كده وعلامة الاستفهام اللي كانت على ردود الأفعال على اختياره من البداية، انت بتتكلم عن حد متمرس جدا في أفريقيا، وبعدين دلوقتي هو أصبح تاني واحد بعد مانويل خوسيه حصولا على البطولات الأفريقية، بنتكلم مانويل 4 موسيماني دلوقتي 3، فانت مش جايب حد مش فاهم يعني. وأعتقد دلوقتي حتى الآراء بقت مختلفة جدا، شفناها على السوشيال ميديا، شفناها في البرامج المختلفة مع الزملاء، يعني فعلا في تحول كبير جدا. راجل مش هينفع تقول عليه محظوظ فقط، هو محترف ويمكن محظوظ، الاثنين مع بعض. اللي بيقول كده هو اللي مش فاهم. صحيح صحيح. مش احنا اللي مش فاهمين، اللي بيقول كده هو اللي مش فاهم، اللي بيقول كده هو اللي مش عارف، اللي بيقول كده هو اللي مش عارف يشتغل، هو بيقول كده هو اللي قاعد يبص كده ومش باصص في حاجته. وشفنا نماذج كتير اللي بيقول كده اللي بيقول كده قال كده على فايلر. اللي بيقول كده تتعامل نفسيا. حلو المصطلح ده. بالاخر ده تعبان نفسيا، وبعدين ياخد باله ان الرطوبه داخله علينا كمان في شهر 8، فده بيزود الحاله. لا لازم يقعد بقى في دش ساقع يتفرج من بعيد. يعني الحكايه بقت اثبتت ان انا لو بحب او بكره او 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 في نتائج. يعني صحيح. في موسيماني في موسيماني في شغل بيشتغل طبعا، ده هو جهازه. في سيد عبد الحفيظ في سيد عبد الحفيظ، في اوضه لبس، في اوضه لبس. اللي يحب اللي عاجبه واللي مش عاجبه، اللي موجود ومش موجود. اعتقد ان اوضه اللبس السما بترد على الدنيا دي كلها. أيوة. اوضه اللبس في حد ذاتها تعتبر برضو من ضمن اسرار او ضمن تركيبه سر الخلطه للنادي الاهلي. لو انا في اوضه اللبس يا كريم وانت واتخانقنا مع بعض وما حصلش لم بسرعه للحكايه، او حصل اي اشاعه داخله في وسطينا، او حد بحد يفركش الحكايه ومفيش قائد في كل صف. صح. الوقت انت اتخانقت فيه مع الفراوده تلاقي قائد بيلم الدنيا، نص الملعب بيخش ناس تتدخل، الدفاع بتاعك بيحتوي الدنيا، خبرات من اللعيبه. سعيد جدا لوليد سليمان و طبعا كلنا سعد سمير ورامي ربيعه والناس دي ما اشتركتش، يعني ان هم في الجيل ده بيحققوا 4 بطولات أفريقية، كم البطولات في الدوري والكاس والسوبر، خلاص بقت حقيقة قدام الناس كلها إن كونوا أعملوا فأسأل الله عليكم ورسوله والمؤمنون. يعني هي بقت كده. تقدر تشرحي لي حاجة تانية غير كده؟ أنا ما أقدرش الصراحة. تقدر تقول لي اللعيبة دي ربنا بيديها وحارسها إذا كانوا هم أنقياء؟